عرفوا الإنسان من 7000 عام، وسنة ورا سنة بيصعد نجمه للقمة بدور الجندي المجهول. انعمل منه مربى وتخلل وتخمر وتجفف، وبعد تجفيفه انطحن وتقدم كبودرة وانضغط بكبسولات على شكل حبوب دوائية. هو صحيح إنه بيفقد بعض من الخواص وقت تقطيعه أو تعريضه للحرارة، لكن بيضل محتفظ بكتير من الفوائد بدرجة حرارة عالية بتوصل لـ200 مئوية ولمدة قياسية بتوصل لـ20 دقيقة. استخدموه لعلاج التهاب المفاصل وللسكري ولملاريا السل. حمل ألقاب عديدة منها سفاح البكتيريا والبنسلين الروسي. سموه البنسلين الروسي لاستخدامه في الحرب العالمية الثانية كمضاد حيوي. سجل حضوره في معارك شرسة وطاحنة كرأس حربة ضد أمراض عنيدة وخطيرة مثل السرطانات ونقص المناعة والجمرة الخبيثة. محارب غضنفر بمكافحة أنواع عديدة من الجراثيم والفطريات والطفيليات. يعتبر مانع جلطات ومنظم للسكر وخافض لضغط الدم. حتى ريحته مو بس بتطفش الناس من حواليك، لا، ريحته بتقتل البكتيريا بالجو المحيط كمان. ولهيك حبيت أخصص له فيديو لإله وحده وبس، لأني فعلا التوم بيستحق. فيديو اليوم عن طريقة حفظ وتخزين التوم لمدة 12 شهر كاملين، لأني فعلا التوم بيستحق يا جماعة. ولحتى نشجع أني نستخدمه أكتر لازم يكون متاح تحت إيدينا على طول. ولهيك اليوم رح نتعرف على الطريقة الأمثل لتوفير الوقت والجهد والمساحة بالمطبخ، وبنفس الوقت نحفظ التوم لمدة 12 شهر بلون وريحة وقوام وطعم فريش 100%، وبنفس الوقت نحافظ على القيمة الغذائية الموجودة فيه. ويلا نبدأ. أنا اليوم استخدمت كيلو توم واحد. رح أحتاج كمان كأس زيت نباتي، أو الأفضل أني استخدم كأس زيت زيتون، 4 معالق طعام ملح، ملعقة طعام سكر، فنجان من الخل أو عصير ليمونة كاملة. رح أبدأ بفرط فصوص التوم وأغمرها بالماء العادي. أنا حبيت بكل رياحة وسلاسة أني أنقعه ساعة بماء عادية، مية حنفية، لمدة ساعة، وبعدين بيصير تقشيره ولا أسهل من هيك. هلأ ما بخفيكم في طرق كتيرة لتوفير الوقت المهدور بتقشير التوم. ممكن نحط رأس التوم ببريق مغلق ونرجه بسرعة قوية لحتى يفرط ويتقشر بنفس الوقت، وممكن حتى نضربه بساطور أو بجسم سكين عريض، وفي ناس تضربه بشاكوش خشب حتى يفرط وبنفس الوقت يتقشر. وطبعا أنتوا فيكم تختاروا الطريقة اللي بتناسبكم. ورح نبدأ بتقشير التوم. شوفوا كيف بعد ساعة رح تفصل القشرة عن فصوص التوم بكل بساطة. يعني كيلو كامل من التوم أخذ معي تقشير أقل من حوالي 3 دقايق. موضوع بسيط جدا. لو عندكم محضرة طعام كبيرة فيكم تحطوا الكيلو كامل بمحضرة الطعام وتضيف عليه الملح والخل والزيت. منضل عم نطحنه بمحضرة الطعام حتى نحصل على كريم متجانس ناعم حريري. بس أنا اضطريت أني أجزئ مرحلة الطحن لأني محضرة الطعام عندي حجم صغير. وهيك كون حضرت توم مهروس لمدة 12 شهر بالفريزر بقوام كريمي. طبعا بسبب إضافة الزيت رح يضل كريمي وما رح يتصلب أبدا، ولونه رح يضل بهذا الشكل ما حيتغير أبدا بسبب إضافة السكر. أما الملح والخل فإضافات ضرورية جدا، ممكن نضيفه خل أو ليمون، لأن بإضافة الوسط الملحي والحامضي بيكون منعت أي فرصة من البكتيريا الضارة بالنمو بكريم التوم، وهيك بيضله صحي 100% لمدة حتى 12 شهر ويمكن أكتر. وهيك انتهينا بتوفير وقت وجهد متكرر بتقشير التوم لمدة سنة كاملة. بشوفكم بفيديو جديد وأسرار بتساعد على اقتصاد الوقت والجهد والمصروف والإبداع في المطبخ. بتمنى تبقوا بخير للفيديو القادم، وسلام.